يرنجي أنت اسمع كلامي اسمع شقة تحمل ما يناله في سبيل العلم يناله في سبيل العلم من الجهوة من وغير ذلك. هذا هذا يظهر بما يريد من العلم الغزير والفقه في دين الله والفقه في المسائل المتشعبة والفقه في ترجيح الراجح منها. ما يعين على ذلك سعة الصدر والحلم. يقولون يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال حرمت كثيرا من عند ابن عباس. قالوا ولماذا؟ قال لأني كنت أكثر جداله. أحيانا يواجه طالب العلم سواء في الدراسة النظامية أو في الجلسات في الدراسة غير النظامية مسألة غريبة عليه لعدة أمور، إما تقصير المعلم في بسط هذه المسألة وكشف غوامقها، أو أنه لم يفهم الطريقة التي حررت بها هذه المسألة، أو غرابة المسموع فيها، فعليه التأني وسعة الصدر والسؤال في الوقت المناسب، سؤال مع رفق مع أدب، ولا يلزم أن يكون في ذاك الوقت لأنه قد يكون في ذاك الوقت المعلم غير مستعد لا ذهنيا ولا نفسيا، وهذا يحرج المعلم ويفقد هيبته ويفقدك أنت ثقة المعلم بك. ربما أعتقد أنك أنت تترصد له وتتحين فرصة للإحراج، فدعه افهم ما يقول واسأل فيما بعد عما أشكل عليك بطريقة لبقة مؤدبة يستظهر منها أستاذك أنك في حاجة إلى ما عنده حتى ولو كنت منتقدا له ومضمرا في نفسك خلاف ما قال. أحيانا يكون الترجيح بغير مسوغ من قبل هذا المعلم وأنت قد وصل إليك الترجيح بخلافه. هذا الترجيح غير مسوغ عنده قد تكون أنت محقا فيه، هذا الترجيح غير مسوغ. نعم. يكون ما في برتقا ولا تفاح. مرة أنا قلت. شكل مانجا. طيب هذا. فلا تعجل، سله بطريق يستظهر منه أنك في حاجة حتى يكشف لك ما عندك. ولو خلوت به وقلت يا أستاذ أنا أشكل علي حفظكم الله مثلا ترجيحكم كذا وقد سمعت من علماء فأريد حفظكم الله يعني أوضح لك ما فهمت لتوجهني. تعلمون أن الكلمات الطيبة ترقق القلوب وتطمئن النفوس
وتشرح الصدور وتلين لك هذا المعلم. فإن رأيت منه استجابة ادخل إليه. قد يقول لك والله يا ولدي أنا هذا الذي يعني توصلت إليه، فابحث وأعطنا، انتهى يعني اختلف الفرصة. وقد يقول لك والله أنا يعني هذا الذي أراه وأنت وشأنه، قل جزاك الله خيرا واتركه، لا تجادله، لا تجادل ولا تعلن على الملأ أنك مخالف هذا المعلم حتى ولو خارج المجلس، لأن نقلت الأخبار يا أبنائي ثلاثة، نقلت الأخبار الرواة لما يجري بين الناس ثلاثة أصناف: صنف حاذق وقور يحسن الاستماع ويجيد النقل ويجود ما يسمع مع وقار وحسن سمت وأدب، وهذا قليل جدا. هؤلاء لا يعني لا يتعجلون ولا يتسرعون، يضعون الكلام حيث ينفع. الصنف الثاني ساذج مغفل، همه أن يسمع ويطق، وليست له نية، فهذا يسمع الكلام في مجلس ثم ينقله إلى المنتقد أو المخالف بصورة مشوشة. الصنف الثالث الفتان النمام المصطاد في الماء الأكل، وهؤلاء هم الأكثرون، هؤلاء هم الذين يوقعون الفتنة بين الناس. فمثل هذا إذا سمع كلامك والله الأستاذ فلان والشيخ فلان حقيقة قال كذا، وهو في الحقيقة لم يوفق إلى الترجيح أو نقلها بصورة مشوشة، بتر الكلام وفصل بعضه عن بعض وزاد ونقص، ما تدري لو قد وقعت فتنة بسبب هؤلاء. فهذه نصيحتي بارك الله فيكم، وأنا أقول لكم عن تجربة، أقول لكم عن تجربة. قد يقول قائل كلامك هذا سائغ في الفروع، أما أصول الدين، أصول الدين فلا يحل السكوت على، لا يحل السكوت على الخطأ فيها، لأنه قرار على الباطل. نقول نعم كلامك هذا صحيح، فبإمكانك أن تصل إلى ما تريد، تصل إلى ما تريد بطرق، منها الكتابة إلى أستاذك بالأسلوب الجميل المحبب إلى النفوس، تذكر ما سمعته منه وتذكر أني وقفت على كلام لفلان وفلان وفلان وتعطيه إياه فيما بينك وبينه. فهذا إن كان منصفا وعاقلا سيستجيب، وإن كان من العوج الهوج برئت ذمتك. الطريقة الثانية، إذا كنت في مجلس مع زملائك تظهر هذه المسألة على سبيل المذاكرة بينك وبين زملاء عقلاء يحبون العلم ويحبون الوقوف على الراجح في هذه المسألة، فتقرؤون كلام أهل العلم وتخرجون من المجلس بالراجح في هذه المسألة. لأن يا أبنائي خصوصا في المدارس
النظامية في الجامعات في المعاهد، وأعني من عدم الإنصاف وحرم العدل وأحب الهوى، امتلأت قلوبهم هوى، هؤلاء لا يرقبون في سلفي إلا ولا ذمة. واضح كلامي؟ واضح بارك الله فيكم. لا يرقبون في سلفي إلا ولا ذمة، فلا يرحمونك أبدا، بل رسب أناس ظلما وعدوانا عدوانا. لأن على أيامنا قبل 30 سنة وأكثر كانت الاختبارات سرية، الأوراق تقدم إلى المدرس سرية لا يعرف الأسماء، أما الآن فهي مكشوفة، فباستطاعتي يرسل، لأن الدرجات بيده، درجات بيده. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ كذلك الذي أحب أن ألفت نظركم إليه، جاهدوا أنفسكم ولا تغيبوا عن الدراسة إلا بعذر قاهر وبإشعار الكتب. السلام ورحمة الله. أشعروا المسؤولين من معلمين ومن إداريين أنكم يا معشر السلفيين حريصون على الحضور، فلا تغب، تجعل هذه مادة أنا أحبها وأحضرها، وهذه مادة الأمر فيها يعني يمشي. حمد جال عطيب صبوا الأخوان، أنا أرصب لبارك، صبوا للشباب، كل على أحسن لكم من الشعب، الجو حار شوي. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني لأن كثيرا من الناس صراحة حتى السلفيون ما يدرى لو قيدهم مطول، لماذا كثرة الغياب؟ أنت لماذا تكون تحت رحمة فلان تحت رحمة فلان وفلان؟ أنت استعن بالله، بل أنا أنصحك لو كنت تعاني من المرض اذهب للكلية ثم اطلب تحويل للطبيب، والطبيب إذا رأى أنك مريض أقل ما يعطيك ممكن استراحة يوم، قد يرفعك الله في هذا اليوم وتعود غدا نشيط. هذه بارك الله فيكم يعني بعض الأمور، وهناك أشياء ستأتيكم إن شاء الله مع كثرة المجالسة لنا ولغيرنا من أهل العلم وإخوانكم أهل السنة، ستدركونها إن شاء الله تعالى. لكن الصبر الصبر، والحلم الحلم، لأن يا أبنائي والله يوجد الآن كثيرون عندهم علم، عندهم غزارة علم، لكن دون ما أدب ولا حلم، ما يهم، هذا خطأ. أستاذ أكبر منه على الملأ يجهله، يصفه بأوصاف لو قيلت للطفل ما يقبلها، فلماذا؟ أهل السنة كما قرره أهل العلم هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. هو جاب جوالي كبار الله يصبر السلام. هذه وصية بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم السلام ورحمة الله. لا ما أحد، أنا سكرية من اللي صبر. حي الله وجل، حي الله وعلى وسلم.
حي الله الجميع، جمعنا الله وإياكم في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. بالنسبة للتوفيق بين الدراسة الجامعية والدراسة الخارجية، يحصل خلط عن كثير من الشباب خاصة كان في السنة الأولى، فترى يعني يفرط في الدراسة على المشايخ الدراسة الخارجية ويختصر مثلا على الدراسة النظامية، وبعضهم بالعكس ثم يفقد مثلا في بعض المواد. فلو يعني تعطونا فقط نبذة عن هذا الشيء بارك الله فيك، عن التوفيق بين الدراسة. لعلي أشرت في بداية الكلمة بارك الله فيك وفي السامعين إلى هذا، لكن أقول هنا الآن المسألة تحتاج إلى توازن، توازن ذهني وتوازن تنظيمي، لا بد من التوازن الذهني بحيث أنك إذا كنت في مقعد الدراسة في الكلية والمعهد كن ذهنك حاضرا لما يلقى إليك، مصغيا مستوعيا، وقيد الشوارد. وإذا حضرت عند الشيخ في الدراسة الخارجية كذلك، هذا من ناحية التوازن الذهني. بقي التنظيم، الدراسات الخارجية في الغالب ما فيها بحوث ولا فيها واجبات، أليس كذلك؟ ما فيها لا بحوث لا ما فيها شيء، وإنما تعتمد على حسن الإصغاء منك وتقييد الشوارد. الدراسة النظامية أحيان يكون فيها متنفس، حيث أن يمر عليك شهر أو أكثر أو أقل ما فيها لا واجبات ولا بحوث، ما فيها شيء، هذا الأمر فيها شيء يكفي منك الإصغاء، استيعاب، استحضار الذهن، تقييد الشوارد. فإذا جاءت البحوث لكلف الطالب ببحوث يعطيها أولوية. كذلك بارك الله فيكم دروس المشايخ الخارجية في الغالب غالبها بين المغرب والعشاء، وقليل منها الذي هو بعد العشاء. فإذا ضيق عليك تجعل حضورك الحلقات التي بين المغرب والعشاء متنفسا لك، وتفرغ نفسك للبحوث الواجبات لما بعد العشاء والعشاء. فإذا بقيت أيام نحو 20 يوم أو 15 يوم أو شهر حسب يعني ذهنك أنت، فرغت نفسك كليا للدراسة النظامية استعدادا لماذا؟ للامتحان. استعدادا لماذا؟ للامتحان. فالحقيقة السعي إلى حصول درجات عليا والسعي للتفوق، والله هذا مطلب شرعي وشخصي، ووصيتنا لكم من كانوا جددا ومن كانوا قداما، لكن اللي في الماجستير والدكتوراه هذا ما شاء الله تجاوزوا القنطرة، من كانوا يمتحنون كل فصل وكل سنة، ننصحكم بالسعي الحثيث في تحصيل الدرجات العليا، انكم تعلمون ما يترتب على ذلك، تعلمون ما يترتب على ذلك. ونوصيكم باحترام
الأساتذة، احترام المعلمين. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم، لأنك أنت تدرس عنده، ولو كنت غير راض عنه في منهجه. المدراء مطلوبة يا أبناء، المدراء مطلوبة. حديث عائشة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه هش وبشره وألان له الكلام، فلما خرج سألوه يا رسول الله كيف هذا؟ قلت ما قلت وصنعت معه. قال إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحش، من تركه الناس اتقاء فحش. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذه نصيحتي، أبلغوها إخوانكم إذا قدرتم، ولا تركوهم لنا. ها؟ الأحيان الطالب يقول هذا يوجهني، ذا سوى دخل كله يوجهني، أجيب هذا فيه ما فيه، هذا مميع، ذا المميع والله اصطلحات، أنا ما هضمت كلمة مميع. الذي نعرفه سني وبدعي. ها؟ والسني قد يقال فيه متساهل لين، ها؟ لكن ما يخرجه عن السنة. الأخ عايد الشمري حفظنا الله وإياه وإياكم السنة في الحياة وبعد الممات، يعني يقول كلام صحيح، يقول أنتم أبينوا لنا هذا المميع الذي تقول مميع، هل هو بدعي أو سني؟ فإن كان بدعيا فلماذا تجعلنا الثلاث أقسام؟ وإن كان سنيا هذا نقول ضعيف، وذاك خير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لأن هذا مشكلة، هذا الوصف الآن يعني رجالا أصبحوا في أنظر الناس خارجين من السنة. قل متساهل لين ضعيف مفرط في المدراء، صح؟ نعم. وإذا وقع أحد في خطأ قل خطأ، وإن كانت المخالفة بدعية قل نعم هذا قول بدعة، هذا قول بدعة مخالف لكذا، لكن كلمة مبتدع هذه مشكلة. إنسان الناس يرونه ينشر السنة ويقرر في كتب في أشرطة، متى تجي تكون مبتدئ؟ هذه مشكلة، مصائب. حتى أنه يعرف رجال، يقول يعرف رجال يا أبنائي بالبدعة، بركوب البدعة، لكن لا يقال فيهم ذلك درءا لماذا؟ لمفسد أكبر. هاي خذ مثلا، أنا أقولك على سبيل المثال، قاضي البلد تقرر في نفسي بالدليل أو بأنه مبتدع ضال، لو قلت لهذا في المجالس وأشارت له هل تمر المسألة بسلام؟ أبدا. يعني ضرر القائل على نفسه، لكن ضرر الدعوة. وزير مسؤول في الدولة أصفهم بهذا الوصف، وناس أئمة كبار في البلد الناس عرفوهم بالدعوة الإسلام، تأتي تقول مبتدع ضلال، لكن حين ما تقول أخطأ في كذا والصواب كذا ما يستطيع أحد يقول لك شيء، ما يستطيع أحد يقول لك شيء.
طلبت الإخوان يا حمد؟ نعم. انتهوا؟ والله انتهوا. أو تروا بواحدة؟ يعني من يخاف يخاف ها عدم العدد يكتفي بواحدة؟ ها الآن موجود العصير؟ موجود. إذا من حق ها؟ جارون انتهى. جارون انتهى. بقي واحد؟ بقي واحد في. ما شاء الله. لو قدم أحد فضلا. هنيئا مريئا. كثير من الناس ما يعرفون الجدول لدروس لو تخبرون. بالنسبة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء. تبدأ الدروس إن شاء الله أول أحد من شعبان وفق خمسة من شعبان نبدأ بعد العشاء. والخطة هذه خطة شعبان تضمنت الأحد والاثنين كتاب الصيام من بلوغ المرام. فإذا انتهى كتاب الصيام من بلوغ المرام انتقلنا إلى باب من يفسد الصوم من عمدة الفقه. باب من يفسد الصوم من عمدة الفقه. الثلاثاء مقدمة صحيح سنن ابن ماجه للألباني مقدمة كتاب المقدمة هذا منهج. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن طالت بنا وبكم الحياة سنعمل إن شاء الله خطة لشوال وذي القعدة ها وآخر العام إن شاء الله خطة بحول الله خطة أخرى ربما درس فيها كتاب الإيمان من صحيح البخاري كتاب التوحيد إن شاء الله سنكمله كتاب الإيمان من صحيح البخاري إن شاء الله وإذا بس فيها كتب أخرى إن شاء الله. وأبشركم أن شرحنا للقواعد الفقهية انتهى منه الأخ الأستاذ فهد العمري من صفه وجمعه وتخريج الأحاديث إن شاء الله أنه عرضه يعني عرض الآن عليه النصفة ويعرض النصف إن شاء الله الآخر ثم بعد ذلك بحول الله تعالى يقرأ عليكم في الدروس بحول الله تعالى إن لم يكن في المسجد ففي مثل هذه الجلسة أظن حوالي 50 صفحة عامل مثل الدروس لا من منظومة أنا شرحتها في مجالس عدة منها في مسجد الجابري المسجد القديم منها حتى في الإمارات شرحتها في مسجد الخليل حضرت أنت؟ لا كان الحضور يقدر ب200 ذاك المسجد هذا في عام 1417 وكان ضمنهم ناس شيبان من أهالي دبي منهم والد عمران الله يغفر له محمد اسمه محمد يحضرون شيبان مسرورين فكان الأخ عمران ينظر وهو مسرور جدا يقول والله عقد الدورة لعبد الرحمن بن عبد الخالق وكان الحاضرون أول مرة 30 ثم تناقص العدد حتى وصل 5 3 5 الحياة هذا يقول إيه أي نعم لأن بارك الله فيك ما في شيء هذه ما شاء الله شيبان يحضرون فقنا من الفقن مسرورين منها ربما إن شاء الله يقرأ عليكم في الجلسة هذه مثل هذه الجلسة جلسة الخميس الله يحييك والله الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى سيقضى بحول الله نقدم للفرقان إن شاء الله بحول الله الله يحييك الله يحييك ما شاء الله
عانس الله غربتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هل من نصيحة لنا يعني بالنسبة للشباب السلفي؟ في كثير من الأحيان نجد بينهم نزاعات وبينهم أمور ما تحتمل يعني أن يزاد فيها. والسلفية بشكل عام في كل مكان أضعف الناس لا شك، فبعض الأخوة ما يراعي هذه الجوانب، بل قد يجد يعني من أخي شيء ولو كان شيء بسيط يحمله فوق ما يحتمل ويزيد فيه حتى تكبر يعني وتحصل نزاعات وشقاقات. فهل من نصيحة لنا يعني في هذه المسألة؟ لا يخفى عليكم حذركم الله والسامعين قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد أسلفت كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فالسلفيون في كل مكان وفي كل زمان قلة، كما أن المسلمين قلة في الأمم. الآن لو نظرت المسلمين والملل الكافرة وجدت المسلمين أقل عدد، ليس كذلك؟ ها؟ ثم صف أهل السنة وجدتهم أقل الناس عددا بين المسلمين، ليس كذلك؟ ها؟ أقل الناس عددا. فهم في حاجة بارك الله فيكم أولا إلى التماسك والتراس حتى يتحقق لهم إن شاء الله وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم التي قدمته، وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد الحديث. هذا التماسك وهذا التراس هل له سبل توصل إليه أو هو عفوي؟ له سبل، أهمها صفاء القلوب مع بعضنا. كان السلف ورحمة الله عليهم يتزاورون وهم مختلفون، يتزاورون يزور بعضهم بعضا ويجد في بعضهم على الآخر إذا مرض أو تألم وهم مختلفون، لا أنا أرى في هذه المسألة كذا، انتهى. ما دام أن الجميع ينشد الحق، هذا سلفي، هذا صاحب سنة وأنا صاحب سنة، خالفني مثلا في تكفير الصلاة متهاونا، أنا أرى كفره والآخر وهو يرى تفسيقه، أو أنا أرى تفسيقه وهو يرى تكفيره، والكل له سلف وعنده أدلة ما يغر الصدوق. في الفروع هو يرى الزكاة في الحلي وأنا لا أرى مثلا، وله أدلة وأنا عندي أدلة. وهذا الخلاف يا أبنائي الموجود كثير بين السلف لم تجد بينهم ولا عدا فيه، لكن الشخص الذي يوالي ويعادي هذا آخر، هذا يخرج إذا خالف وصار يوالي ويعادي. يعني مثلا أنا أرى تفسيق تارك الصلاة تهاونا وأنت ترى تكفيرا، أقول هذا خارجي ذا، واليت وعديت ولا لا، هذا خروج عن السنة. أنت مرة تقول لا هذا الفسق هذا مرجدة، نعادي ونوالي ذاك الذي وفقنا، هذا هو البدعة بعيني. فهمتم بارك الله فيكم؟ الأمر الثاني الجدية في طلب العلم الشرعي، الجدية عدم التواني
الصبر الجلد في تحصيل العلم وقد قدم. الأمر الثالث، إذا اختلفت أنا وأنت وكلنا أقران، كلنا شباب، لا أتصدر وأنت لا تتصدر، نحتكم المشايخ أكبر منا، المشايخ أكبر منا، ويجب أن يكون هدفنا ما هو؟ الوصول إلى الحق. ها؟ بهذه الثلاث الأمور يتماشك الصف السلفي إن شاء الله تعالى. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذه الثلاث الأمور حسب تجربتي واستقرائي لأحوال الناس. نعم. كذلك هناك أمر رابع، وهو الكف عما يحدث بين العلماء الكبار الذين هم أكبر منا، ما نتدخل فيه. رد مثلا الشيخ صالح بن الحيدان على الشيخ صالح الفوزان حفظ الله جميعا، رد الشيخ ربيع مثلا على الشيخ زيد، رد الشيخ أحمد النجمة على الشيخ عبد الله بن غديان، هكذا. ما لنا شغل، ما ننحاز لا لهذا ولا لهذا. علماء ردوا على بعضهم. حتى لو أنا مثلا استفرت رد فلان على فلان، وأنت استفرت رد فلان على فلان، لا يجوز أن يكون هذا مفرقا بيننا. ننظر، فهمت بارك الله فيكم، ونبحث إذا احتجنا. لكن في الغالب مثل هذه الأمور نكون في عافية. وكان بين الإمام محدث العصر بلا نزاع، أقولها دينا لله سبحانه وتعالى ولا نبالي، بينه وبين علماء عندنا مسائل عويصة يرد عليهم ويردون عليه، منهم الشيخ حمود التويجر رحمه الله، وأنا أعني الشيخ الألباني رحمه الله. كان الشيخ الألباني رحمه الله ينزل عند الشيخ حمود في الرياض، سبحان الله، أمشي فدعون اليوم، ها؟ حنا ما نقبل، نحن ما نقدر، ها؟ بل كان الشيخ حمود رحمه الله يقول لا يطعن في الشيخ ناصر الألباني إلا مبتدع، ها؟ ثم أنت إذا نظرت إلى الطلاب والأحباب والأصحاب ما حد تحيز إلى أحد. لكن أبنائي الآن مشكلة جاءت أقلام مسعورة مفتونة، يعني حين تبلغنا الساعة 2:00 أو 3:00 وقت الهجيع، ما شاء الله كتب واحد ساعة نزول الإله جل وعلا السماء الدنيا، حين يقول اليوم لا أسأل عن عبادي غيري، أنت ما شاء الله في فلان وفلان تضرب وفلان يضرب، يعني حتى في الهجيع من الليل ما ترتاحون وتريحون وتريحون. فهذه تنبهوا لها يا ابن البركة، نصيحة لكم، وستذكرون هذا إن شاء الله في حياتكم وبعد، ويذكرها أجيال عنكم. فهمتم بارك الله فيكم؟ عليكم بالعلم، لا يشغلنكم هذا الأمر عن طلب العلم والتفقه في دين الله. التفقه في دين الله. نعم. أنتم انظروا الآن يعني لو استعرت مثلا نار في مكان خالي ما حولها لا حطب ولا هشيم ولا، كيف تكون أمرها؟ تنطفي ولا لا؟ نار مثلا شبت في مكان ما عندها شيء، ها؟ ما عندها شيء، الثور شوي تنطفي. لكن أنا جيت وألقيت فيها عود، جاء هشام وألقى فيها عود، وجاء محمد بن غالب وألقى فيها عود، وكل من مر ألقى فيها عود، هل تهدأ هذه النار بارك الله فيكم؟ ها؟ ما تهدأ أبدا حتى تبتهم ذوح. لكن لو تركت على حالها
الأرض ما عندها شيء شبت ما عندها شيء تطفي ها؟ لا نترك ونخلها. فهمت مبارك الله فيكم؟ تنبهوا هذه الأمور. على موعد مع بعض الأخوان حياكم أنتم خلوكم نسأل الله يرزقنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يتزاورون هذه هي الشيخ دليل على التزاور. نعم وعليكم السلام ورحمة الله.